اسمع ألا بذكر الله أطمئن القلوب. أحبتي كما اعتدنا أن نقول، قال رسول الله
صلي صلى الله عليه وسلم. اوعى
شاء الله، ومنهما تتفرع الفروع بس صبع فصولها. قلنا احبابي في اللقاء الماضي، احبابي هناك سيدتان، احداهما خارج الصلاه، اللي هي سيدتي ليه؟ اللي هي اي صح سلمها خدمه سيدتي ليه؟ للتلاوه. وقلنا سببها انها ايه من الايات فيها سجود، وامر الله فيها النبي ان يسجد فسجد، صح؟ وهذه اسمع خارج الصلاه وداخل الصلاه، معايا بشكل؟ يعني لو قراتها وانت منفردا وانت في غير الصلاه يستحب لك ان تسجد، طب لو كنت انت تصلي برضك يستحب لك. اما السجده الثانيه فهي لا تسجد الا خارج الصلاه، ولو سجدت بها في الصلاه وانت تعلم انها ممنوع، ان الامر ممنوع، بطلت صلاتك. ايه هي السجده؟ سجده الشكر. سجده ليه؟ الشكر صليت على سيدنا رسول الله. هناك سجده تسمى سجده الشكر. ما هي سجده الشكر؟ تعلمها من سيدنا النبي. سجده الشكر، شوف التعريف بتاعها قال ايه؟ هجوم، هجوم، مش كلام انا، ده كلام اهل العلم. قالوا هجوم نعمه، نعمه هتهجم عليك، ربما لم تتوقع انها سوف تكون لك. خبر صار جدا، ما كنتش تتخيل ما يحصل لي. صبرت مع رسول الله، امر انت خفت منه والحمد لله ازاله الله من بينك او من طريقك. امر كنت نمت نفسك ان يتحقق فحقق لك. يبقى هجومي قالوا هجوم نعمه او دفع نقمه. كنت خايف من حاجه، صليت مع رسول الله، كنت ألم يتمر من الأمور، صليت مع رسول الله، عملت تحليلات، وخايف أحسن يطلع عندك حاجه، ودكتور قال لك في حاجه، وعملت التحليلات، والتحليلات أشد من قول الطبيب، فإذا الدكتور الأخصائي بتاع التحليلات يقول لك الحمد لله ما فيش حاجة عندك، ما فيش حاجة، لك يومين أنام، ولك يومين متوتر. لما تسمع هذا الخبر كيف يكون الحال؟ ها؟ تعمل إيه؟ خر ساجد لله. في أي نعمة وفي أي نغمة تزول عليك؟ من أين استنبطوها وأتوا بها؟ من حديث كعب بن مالك. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. لما نزل القرآن وبشره النبي العدنان بأن الله قد تاب عليه عمله، خر ساجدا لله رب العالمين. صليت على رسول الله ونراها له في وجه الكره. اول ما سيد في وجه الكره خبش مين؟ معرفش، الله اعلم. صليت مع رسول الله سيدنا ابو تريكه، صليت مع رسول الله الله شعرت حاجه تشرح الصبر.
مش يرضى بهذا الامر او يدافع عنك هذا الامر. صليت مع رسول الله خير من اي حد. روحت البيت ولقيت حماتك اللي كنت عليك تشكر. صليت مع رسول الله. هل تحتاج الى وضوء؟ لا تحتاج الى وضوء. طب هل تحتاج استغفار قبله؟ قالوا لا تستحق، لا تحتاج الى استغفار قبله. صليت مع رسول الله. هل لها ميعاد معين وميعاد لا تجوز فيه؟ قالوا جميع الاوقات يجوز حتى في الاوقات المنهيه عنها. صلي مع رسول الله. ثم النقطه الثانيه وهي طويله شوي بس حنختصرها ان شاء الله عشان نخرج من الاستفاده الكامله ان شاء الله. باب يسمى بباب السجود السهو. ركز معي. سجود السهو. يا رب اجمعنا معنا اليوم. ما هو سجود السهو؟ قال عنه العلماء، قالوا نسيان شيء. ده في اللغه نسيان شيء او الغفلة عنه. صليت مع سيدنا رسول الله. قالوا نسيان شيء او الغفلة عنه وذهاب العقل وذهاب القلب عنه الى غيره. ده تعريفه في اللغه. طيب وفي الاصطلاح صلي بنا على سيدنا رسول الله. قال هو ما يكون، ما يكون في اخر الصلاه او بعد الصلاه لجبر خلل، لجبر خلل في خلل حصل في الصلاه مش ماشي مظبوط، لترك مامور به أو لفعل منهي عنه. صليت على رسول الله. يا رب اجمعنا على رسول الله. المشروعية، نعم مشروعية الوضوء ثابتة بفعل رسول الله وبقول رسول الله. صليت على رسول الله. أحاديث كثيرة جدا تدل على أول، على أن أول من سجد سجود السهو هو النبي محمد. يعني ممكن النبي ينسى؟ ممكن ينسى. هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. قال انما انا بشر انسى كما تنسون، هكذا المفروض.
وطول بيها يعني خدوا حركة مثلا تلت ساعة ولا نص ساعة. صليت مع رسول الله قبل يا رب اشفعنا من عذاب النعيم. ثم جاء في الركعة الأخيرة نسي الركوع، قرأ الفاتحة ونزع السجدة على طول، على السجود على طول. صليت مع سيدنا رسول الله، وروح نقول له عيد الصلاة ولا يا ابني ده احنا خدنا عامل انت واللي كح يكح واللي يعطس يعطس وعايزين نخلص الصلاة. وانا اقول معلش ما تعملش صلاة تاني. وقد روي عن المتوكل، وقد روي عن المتوكل، المتوكل رفعت اليه قضية، قضية كذلك. ايه القضية؟ ان اماما صلى بناس الفجر. معايا مشاكل؟ فإذا به الإمام يقرأ الفاتحة، ثم في الركعة الأولى سورة البقرة كاملة، ثم في الركعة الثانية سورة آل عمران. إيه رأيك في الموضوع ده؟ ده الصبح بس كانوا في ركعتين. أنت قلت الحمد لله أنهم ركعتين، اللهم لك الحمد. صليت مع رسول الله هذا؟ طب صبر الناس، وكان من بينهم رجل على عجل، يعني وراه امر طارئ ولازم يسافر الوقت لازم يتحرك، فاخذ يصدر نفسه في الصلاه الرجل ده. صليت مع رسول الله، فبعد ان اخذ الرجل يصدر في الصلاه لغايه ما خلص الامام، قرأ يعني قرابه اربع اجزاء. صلينا على رسول الله، وبعد ما سلم أخبرك عن نسيت؟ طيب اسمع، بعد ما سلم الإمام قال له أنا آسف لقد تذكرت أنني لست على وضوء. ما توضيتش كمان وكمل كلمة. فقال الرجل هو على عين وهو ما أدراك، فطحن الإمام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أول تكبيرة الإحرام، ثم القيام لها، الفاتحة، القيام لها، الركوع، والرفعين، وفي كل والاطمئنان، ثم السجود والاطمئنان فيه، ثم الرفع من السجود والاطمئنان فيه، ثم السجدة الثانية، اللي هو الأركان بتاعت الصلاة. زي ما ضربنا المثل قلنا واحد بيصلي عادي، فبعد أن قرأ الفاتحة وقرأ السورة ركع مباشر، سجد مباشر، فترك ليه؟ عليه التشهد الاول هو واجب. انا
وقبل أن تسلم اسجد. إن كان في زيادة، الزيادة اسمعني، رايح يجيب خمسة قائم بخامسة، فذكروه خامسة، انزل على الوضع بتاعك على أي ما كنت أنت فيه. بدأت الله أكبر الحمد لله كثير الشك. بعض الناس يقول كده، كل خشبه 2 و3 و3 ابني على الاقل يسلم على طول.
لو نسيت أكثر من
ما صلاش يعني ولم يأتي ولم يأتي يعني كده حكم التشهد الأوسط واجب فلا يؤتى به يؤتش به يؤتى بسجود السهو فقط إنما متى آتي هذا بالركن بآتي بالفعل لما يكون المطلوب ركن أما الواجب يجبر فقط إيه بسجود السهو طب والركن قال يؤتى به ويؤتى بعده هو كمان سلم وما وصلش السجدين السهو ما جابش السهو نفس الحال صليت على رسول الله انت ما خدتش بالك من التعصب صليت مع رسول الله احنا عارفين التعصب صليت مع رسول الله نعم بقول لك لو انني انا سهيت عنك عن سجود السهو ما يوجد فيه من المستحبات والسنن